يو السلام عليكم الخوت، معكم امين في فيديو جديد. فالفيديو نحاول نتعلموا واحد الحاجه جديده واللي هي الكانجي. وقبل ما تبدا الفيديو راه خاصك تشوف الفيديو اللي قبل من هذا، ونخليه لك في الديسكريبشن اللي شرحت فيه بعض الاساسيات وبعض المعلومات. اذا باش تفهم الفيديو هذا خاصك تفرج في الفيديو اللي قبل منه، وما تنساش تخليه معك شي كومونتير باش نعرف انا واش شرحت فيه مزيان ولا خاصني نزيد نبسط المعلومه اكثر. في الفيديو اللي قبل قلنا فيه اننا غندوي على الكانجي وبعض الاضافات اللي كنزيدوهم الكاتاكانا والهيراغانا. نبداو بالكانجي، هو اصعب حاجه في اللغه اليابانيه، واللي خاصك تعرف باللي الكانجي كيتكون اكثر من 80,000 شكل، ولكن اللي كيستعملوها هي تقريبا ديك 3,000 شكل بحال هكا. هما عباره عن كلمات ولا بعض الصفات، وكل وحده عندها معنى ديالها خاص، فهمتيني؟ كل وحده عندها المعنى ديالها خاص. تقدر تطرح في بالك واحد السؤال، تقول لي عندك الكاتاكانا والهيراغانا علاش محتاج الكانجي، كيفاش جات الكانجي؟ انا شي غنرجع معاك واحد شويه للور باش فهم معايا كيفاش جات الكانجي، علاش هما تيكتبوها. في الاصل ديالها هو اصلا من الصين، كيفاش وصلت لليابان؟ والسبب كان هو التجاره ما بيناتهم، يعني ما بين الصين واليابان، ونقل الديانه الصينيه اللي هي البوذيه لليابان. وكانوا عاوتاني المشكله عاوتاني انهم ما كيقدروش يتفاهموا مع بعضياتهم، لا في اللغه لا في اللهجه، فخداو التجار انهم بداو يتعلموا الكتابه باش يتواصلوا وباش التجاره تمشى مزيان، وهذا ما كانش كيف فهموا بعضياتهم لا في الكتابه لا في اللغه باش يقدروا يتواصلوا مع بعضياتهم، حيت الثقافه اليابانيه بوحدها الثقافه الصينيه بوحدها. فخداو التجار يتعلموا الكتابه الصينيه باش يتواصلوا وباش التجاره تمشى مزيان، وهذا هو الاصل ديال الكانجي اللي هو جاي غير من الصين، يعني ماشي اصل ديالو من اليابان. اذا الكانجي اللي كتشوفوا نتايا هو الاصل ديالو من الصين. نزيد عاوتاني نبسط معكم شنو هو الكانجي وباش تفهم معايا مزيان علاش تيقولوا انه راه صعيب، بحال المثال اللي عطيت في الفيديو اللي قبل واللي هو الجبل، قلنا كيعني ياما اللي هو الشكل ديالو هو هذا. غادي نزيدكم واحد اخر غادي تكونوا شايفينه في تقريبا في شحال بلاصه، وغتكون ضروري عينك دازت عليه في اي بلاصه، واللي هو هي تنكتبوه بحال هكايا، واللي كتعني النار. الشكل هذا ضروري غتقول لي فايت شي في بلاصه. الاشكال هنايا ان هاد الجوج اللي شركناهم دابا اللي هو ياما وهي غادي تبدل النطق ديالهم تماما، ما غاديش نقول ديك اللعيبه ديال هي ياما، لا كتبدل النطق كليا، كتولي كازان واللي كتعني بركان. شي في الاول كانت كتعني ياما جبل، هي نار، شركناهم بجوج تبدل النطق تماما وتبدلت المعنى واللي ولات المعنى ديالها بركان. وهذا الشيء اللي كيزيد يصعب الكانجي، وبنادم كتجي ثقيله وما كيقدرش يتعلمها مزيان وما كيقدرش تيميتريزيها مزيان. وفي الكانجي كاين سدي المستويات من السهل للصعيب، وكيتعلموها هما من تقريبا من الابتدائي حتى الثالث تقريبا ديك 1000 وشي حاجه، وكيبداو من قائمه كيوكو. هذه القائمه اللي هي تقريبا قائمه سهله كيتعلموها هما في الاول. هذا التعرف الصغير البسيط للكانجي، وهذا الشيء علاش يكتبوه، هذا الشيء علاش كتشوفوا بعض المرات في الكتابه اليابانيه، حيت ولا عندهم داخل عندهم في الثقافه ديالهم. غنبداو عاوتاني اجي نشرحو فيه واحد الحاجه اخرى اللي هو عاوتاني الاضافات اللي كيتزادوا الكاتاكانا والهيراغانا. كاين تسمى تنتن اللي هو بحال جوج شرطات بحال قلتي بحال الفتحه، وكاين مارو، المارو اللي الشكل ديالو بحال الضمه. هاد جوج هادو فين كيتزادوا؟ كيتزادوا في المقاطع الصوتيه اللي هما كا سا تا ها، كيتزادوا في هاد الربعه هادو. والمارو اللي على شكل ضمه كنزيدوها غير في الاخرين، تنتن كنزيدوها في ربعه اللي هي كا سا تا ها، والمارو كنزيدوها غير في ها اللي كنزيدوها باش يتغير النطق الصوتي ديالها. بحال المثال البسيط اللي قدر قلنا نكونوا عارفينه واللي هو كلمه اريغاتو اللي هي شكرا. الا شتي في الجدول اللي كان قبل ولا اللي عطيته لكم في الاولاني اللي هو ديال الهيراغانا والكاتاكانا ما كاينش كا، اذا شنو خاصني نزيد؟ خاصني نزيد لها تنتن. كا كنزيد لها تنتن كتولي كا، كنقولوا نقدروا نقولوا اريغاتو. هاد جوج كيتزادوا الكاتاكانا والهيراغانا باش كيتبدل النطق، ويقدروا يقولوا بعض الاصوات اللي بحال كا زا دا با، وزدنا عاوتاني مارو ولا قلنا لها با. هذا الفيديو الثاني، وانا غنقول لكم عاوتاني واحد الحاجه اخرى، اي حاجه غنزيدها انا غنحطها في الانستغرام وغنبوستيها تمايا. اذا ما عليك الا تدخل عندي الانستغرام تسولني كان شي سؤال
ولا كان شي اضافه بغيتي تقولها ليا وانا ما قلتهاش انايا، مرحبا على راس العين. ما عليك الا تكتب لي كومونتير هنا في الفيديو ولا دخل عندي الانستغرام، ونشوفكم في الفيديو الجاي اللي غادي يكون الكمالة ديال هادشي. تهلاو.